حضوري النهارده جاي اخد حسنات وربنا يكرمني ان شاء الله اخد حسنات كتيره. انا بلف من الصبح عشان اخد حسنات كتيره، وبقول لليتيم انت مش يتيم النهارده، معاك اهلك وامك وكل الناس، وربنا يا رب يكرمك ويسعدك. وطالب من كل الفنانين اللي ما جوش النهارده يا ريت يجوا السنه الجايه، مش عشان ظهاره ولا حاجه، تاخد حسنات بس. الحياه جميله قوي يا جماعه، في دور احنا رحناه النهارده حتى في الم جميل. انا رحت دارات يا جماعه فيهم 6 انفار و7 انفار ما بيش لاقين ياكلوا، فريت فنانين كلهم يشاركوا حتى بالفرحه. واليتيم مش يتيم مدى حياته، يا ريت كل 15 يوم نعمل له بس كده حفله صغيره زي دي. بعمل فيلم اسمه قابلني، ان شاء الله طالع حرامي كبير يعني، اسمي ميسي. والفيلم طبعا فكرته جميله جدا كده، غير الافلام اللي فاتت كنا، انا اسف في اللفظ، كنا بنعمل حاجات كده يعني. فالفيلم ده يا جماعه موضوع وما فيهوش راس، وفي اغنيه واحده بس على فكره بقى، والنعمه الجواز ده احسن نعمه. تفرحوش فيا كده، حرام عليكم.